الوحيدة ظهرا في القاهرة موجود الأهم الأخبار. أهلا بكم. يستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من مجلس الشيوخ الايطالي برئاسه الوكلاء لاتوري رئيس لجنه الدفاع بمجلس الشيوخ الايطالي. تاتي زيارته بهدف استعراض الملف العلاقات المصريه الايطاليه والتعاون الامني ما بين القاهره وروما ولمواجهه الارهاب والهجره غير الشرعيه. عقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء لقاء مع وزراء التموين الماليه الكهرباء وتابع اجراءات الحمايه الاجتماعيه، حيث وجه في هذا الاجتماع بوجود مخصصات الماليه الشهريه المتضمنه لقطاع الكهرباء لاستمرار عمليه تطوير البنيه الاساسيه له، فيما شدد على اهميه التعامل بجديه مع الجهات والمؤسسات غير الملتزمه بسداد الفواتير. تشارك مصر في الاجتماعات التي تبدأ اليوم بالعاصمة واشنطن حول مجموعات الاتصال الاستراتيجي بالتحالف الدولي ضد داعش، ويعتزم الوفد المصري الذي رأسه المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية طرح الرؤية المصرية الشاملة في محاربة الإرهاب، وسيقدم الوفد أدلة تبرهن على دعم دول بعينها للتنظيمات الإرهابية مع أهمية بلورة موقف حازم تجاه هذه الدول. تواصل القوات العراقية عملياتها للسيطرة على آخر جيوب تنظيم داعش في منطقتي القلاعات والشهوان بالمدينة القديمة وسط الموصل. وقد أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحرير المدينة بالكامل على يد القوات العراقية من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. تتواصل اليوم جولات التفاوض الجديدة جنيف 7 بشأن سوريا وتستمر حتى 15 من شهر يوليو الحالي. أكد ديمستور أنه يعتزم إجراء 4 جولات تفاوضية أخرى بشأن سوريا هذا العام، معربا عن أمله أن تدخل البلاد مرحلة جديدة نهاية العام الحالي. وقد سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على بلدة العكيرشي بجنوب مدينة الرقة التي كان تنظيم داعش يدير قاعدة عسكرية كبيرة ومعسكرا تدريبيا فيها. وقد أوضح متحدث باسم القوات أن البلدة تقع على بعد نحو 15 كيلو مترا جنوبي الرقة على نهر الفرات، وتوغلت القوات في الرقة الشهر الماضي بدعم من التحالف الدولي لطرد داعش منها، وتخوض معارك عنيفة منذ الأسبوع الماضي بعد قصف التحالف الأسوار التاريخية للمنطقة. نهاية موجز الوحيدة، شكرا لكم وإلى ملتقى.